العظمة التانية من عظام اللور ليمب هي عظمة الفيمر، عظمة الفخذ، العظمة اللي بتشكل السكيلتون اوف منطقة من كبيرة من اللور ليمب اسمها الساي. عظمة الفيمر، الفيمر دي لونج بون. ليه قلنا عليها لونج بون؟ لان من هذا الشكل according to morphological classification انها بتتكون من اتنين اندز، ادي اند هيت وادي اند تانية هيت. التو اندز دولت upper end واللور اند، يمتد منهم cylindrical mass of bone اسمها الشافت. وده طبقا لتصنيفات المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن تعتبر هذه العظمه لونج بون. على هذا الاساس انا هنظر الى هذه العظمه، العظمه ديت هي الرايت فيمر، هنظر اليها مره من الانتيريور فيو علشان ادرس ملامحها التشريحيه الاناتوميكال فيتشرز بتاعتها. فنجد انها كلونج بون مكونه من الاجزاء الاتيه: ابر اند، ادي الابر اند، و الابر اند ديت بتتكون من اربع اجزاء. هيد يلي الهيد، اي هيد في الدنيا بعدها كونستريكتد او نارو ماس يسموها نيك. ثم على اللاترال سايد هنجد بروز عظمي كبير اسمه جريتر تروكانتر، ومن الباك ويظهر جزء صغير منه على الميديال سايد هنجد بروز اخر اصغر اسمه ليسر تروكانتر. اذن الابر اند بتتكون من اربع اجزاء اساسيه: هيد، نيك، جريتر تروكانتر، وليسر تروكانتر. نبتدي نناقش كل واحده فيهم على حد. الهيد، الهيد من الشكل ده، التشريح هو علم وصف الشكل. اذا نظرت للشكل هنقل ان الهيد از مور ذان هيمسفير، رقم واحد. اثنين، تقع على الابر اند. ثلاثه، تشير الى الميديال دايركشن، ايما دايركشن وجدت فيه الهيد اوف ذا فيمر فهو الميديال دايركشن، هذا هو الاتجاه الميديال اللي الهيد قاعده فيه. وهنا سلايتلي بيهايند اتس ميدل هنجد في حفره اسمها في هذا المكان اللي عنده السهم اسمها فوفيا او بيت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر. طيب ادي اربع حاجات من مواصفات الهيد. يلي الهيد النك، النك عباره عن سلندريكال ماس اوف بون تصل الهيد بالتو بون برومننسز من الابر اند اللي هم جريتر وليسر تركانتر. الهيد النك الدايركشن بتاعها نازله داون ووردز اند لاترالي. النك ديت يا جماعه مغطاه بالكبسول اوف ذا هيب جوينت من الامام كلية، يعني الكبسول بتغطي كل النك من الامام، اما من الخلف هتغطي الميديال هاف فقط. ديت النك. النك لها دايركشن زي ما احنا قلنا داون وورز اند لاترالي. يلي النك بروز كبير اسمه الجريتر تروكانتر. الجريتر تروكانتر هو بروز عظمي كبير يقع على اللاترال سايد اوف ذا ابر اند. له توب او ابر بوردر وله اربعه سيرفيسز. السيرفيس هذا الهايلي كيرفد اسمه لاترال سيرفيس. ثم السيرفس اللي ناحيه الهيد اسمه الميديال سيرفس، وهو يبدو كما لو كان حفره كبيره ويسموها تروكانتريك فوسه. ثم في سيرفس في الامام اللي احنا شايفينه ده هو الانتيريور سيرفس، وسيرفس من الخلف اسمه بوستيريور سيرفس. طيب الجزء الرابع من الابر اند هو الليثر تروكانتر. الليثر تروكانتر قاعد اساسا على البوستيريور اسبكت في البوستيريور سيرفس اوف ذا ابر اند، لكن في جزء صغير منها يبدو ويظهر من الميديال سايد هو الليسر تروكانتر. التو تروكانترز الجريتر تروكانتر والليسر تروكانتر مربوطين مع بعض من الامام، يوصلهم مع بعض من الامام لاين يسموه انتر تروكانتريك لاين. هذه هي الداتا اوف ذا ابر اند. يلينا بعد كده الشافت. الشافت دي عبارة عن سلندريكال ماس اوف بون. هذه الماس الشكل التشريحي بتاعها لها ثلاثة بوردرز وثلاثة سيرفيسز، هنشوفه دلوقتي. البوردر الأول اسمه ميديال بوردر، والبوردر الثاني اسمه لاترال بوردر، وفي بوردر من الخلف اسمه بوستيريور بوردر، فمش هيبدو هنا، مش هيبان من عندنا من هذا الاتجاه. على هذا الأساس أنا عندي الشافت
لها انتيريور سيرفيس ولها بوستر وميديال سيرفيس من على الناحيه الداخليه وبوستر ولاترال سيرفيس من على الناحيه الخارجيه، وده بالذات بيكون واضح في الميدل ثيرد اوف ذا شافت. طيب الجزء الثالث من اجزاء الفيمر هي اللور اند. اللور اند لها الملامح التشريحيه الاتيه: تحمل اللور اند تو بيج راوندد ماسز اوف بون يسموهم الكوندايلز، واحده على الميديال سايد اسمها ميديال كوندايل. ليه انا قلت على دي الميديال كوندايل؟ لانها تقع في نفس الاتجاه اللي الهيد موجوده فيه، ديت الميديال كوندايل. الكوندايل اخرى على اللاترال سايد هي اصغر حجما واعلى قليلا في الليفل بتاعها من الميديال كوندايل، اسمها لاترال كوندايل. طيب الميديال كوندايل تحمل على سطحها العلوي الخلفي كمان بروز صغير اسمه الدكتور تيوبركل، الدكتور تيوبركل. وبكل كوندايل هنجد اتنين على سطح كل كوندايل هنجد بروزين صغار اسمهم ايبي كوندايل، واحد على ميديال سايد اسمه ميديال ايبي كوندايل، واحد على اللاترال سايد اسمه لاترال ايبي كوندايل، لكن من زحمه الرسمه ما كتبناش بياناتهم. طيب ديت الرايت فيمر من الامام، اذا انا مسكت الرايت فيمر ديت وقلبتها من الخلف علشان اشوف ملامحها التشريحيه هنجد نفس الشكل. هتجد عندي لها ابر اند، والابر اند تتكون من الاتي: هيد يلي الهيد نيك، ثم في عندي على اللاترال سايد جريتر تروكانتر، وعلى الميديال سايد والباك هنجد الليسر تروكانتر. الفرق بينهم هنا مفيش انتر تروكانترك لاين، الانتر تروكانترك لاين في الامام، لكن يحل محله من الخلف بروز اكبر واوضح من الانتر تروكانترك لاين، هذا البروز اسمه انتر تروكانترك كريست. هذا الانتر تروكانترك كريست يصل الجريتر تروكانتر بالليسر تروكانتر من الخلف فقط ولا يظهر من الامام. اللي بيظهر في الامام الانتر تروكانترك لاين، اللي بيظهر من الخلف اكبر من اللاين اسمه انتر تروكانترك كريست. الانتر تروكانترك كريست الميدل بتاعه في كوادريت يوبركل، يعني بروز مربع الشكل تقع فيه، يقع في هذه المنطقه اللي بيشاور عليها السهم واسمه كوادريت تيوبركل. هذه الملامح التشريحيه بتاعه الابر اند. طب ماذا عن الشافت اللي هي كانت كومبريسد سلندريكال ماس اوف بون، كتله اسطوانيه من العظام؟ احنا قلنا هنا ان كان في لها ميديال بوردر ولاترال بوردر باينين من المنظر ايه؟ من المنظر الامامي. فهنجد عندي هنا المنظر الخلفي البوردر الثالث اللي كان ناقص هو البوستيريور بوردر، اهو ده اللاترال بوردر وده الميديال بوردر، فين وهم هنا؟ اهو هنرسمهم دلوقتي. ادي عندي ادي ده اللاترال بوردر اهو، ده اللاترال بوردر وده الميديال بوردر، كانوا مرسومين هنا لكن استبعدناهم برسمتنا. يتبقى لي البوردر الثالث اللي هو البوستيريور بوردر. البوستيريور بوردر اللي قلنا مش هيظهر الا من الخلف، ظهر من الخلف، واسمه البوستيريور بوردر ده لينيا اسبرا. هذا البوستيريور بوردر اللي اسمه لينيا اسبرا مش موجود فقط الا في الثلث الاوسط من البوستيريور سيرفيس. اذا اللينيا اسبرا هو البوستيريور بوردر اوف ذا شافت، ولا يوجد الا في الميدل ثيرد اوف ذا شافت. طيب امال في الابر واللور ثيرد اللي هيحصل؟ في الابر ثيرد هنجد اللينيا اسبرا هتتفرع لفرعين اثنين، واحد متجه لاترال ناحية الجريتر تروكانتر واسمه واحد متجه ميديال. المتجه ميديال اسمه سبايرال لاين، المتجه ميديالي اسمه سبايرال لاين رايح ناحية الليسر تروكانتر، والمتجه لاترالي اسمه جلوتيال تيبروزيتي ورايح ناحية الجريتر تروكانتر. طيب امال من تحت البوستير بوردر اتفرع لكام فرع؟ ايضا لفرعين اثنين، فرع لاترال اسمه لاترال سوبرا كوندايلر ريدج. هذا اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج هو الفرع اللاترال السفلي من اللينيا اسبرا ومتجها ناحيه اللاترال كوندايل، ثم الفرع الاخر من اللينيا اسبرا المتجه ميديالي اسمه ميديال سوبرا كوندايلر لاين، ده اللي بينتهي هنا فين؟ ويقابل الادكتور تيوبركل اللي قاعد على اللور اند. ادي عندي هنا اللاترال كوندايل
وادي من الناحيه الثانيه الميديال كوندايل، وكان هنا الميديال بوردر الميديال سوبرا كوندايل ريدج هيروح يقابل مين؟ الادكتور، يقابل مين؟ الادكتور تيوبركل. طيب السيرفيس اللي يقع بتوين ذا تو سوبرا كوندايلر لاينز يسموه بوبليتيال سيرفيس. من الرسمه دي يا جماعه في حاجه باينه، ان الانتيريور سيرفيس اوف ذا لور اند تبدو التو كوندايلز ملتحمتين فيوزد توجذر، اما البوستيريور سيرفيس اوف ذا لور اند فالتو كوندايلز كانوا سيبريتد عن بعض، سيبريتد بمنطقه منتوشه اسمها انترتروكانتريك نوج. هذا الانترتروكانتريك نوج المارجن بتاعته اسمها انتركوندايلر، مش تروكانتريك، انتركوندايلر نوج. هذا الانتركوندايلر نوج المارجنز بتاعته اسمها انتركوندايلر لاين. الانتركوندايلر لاين هي المارجنز اوف ذا انتركوندايلر نوج. ومنلاحظ من الشكل ده ان على اللاترال سايد كان هذا اللاين ستريت، ومن على الميديال سايد كان هذا اللاين كيرفد، وبيشير ويؤكد الى ان هذه الكوندايل هي الميديال كوندايل، ودي وسيله للتعرف على وضع الفيمر سواء كان رايت او ليفت عن طريق هذا اللاين، ان هذا اللاين هيشاور بيكون ستريت على اللاترال سايد وبيكون كيرفد على الميديال سايد. هذه هي الملامح التشريحيه الاساسيه لعظمه الفيمر. بقيه السيرفيسز بتاعتنا اللي كانت باينه، ده البوسترو لاترال سيرفيس وده البوسترو ميديال سيرفيس، ومن هنا ده كان الانتيريور سيرفيس.